شوف الديفوار، في ديفوار كان، هلا بدي اشوف مين فيكم عامله ومين منه عامله. اذا فضل وقت رح نرجع نعمله سوا. دكتور دونك جو كومونس افيك نوران. نوران لا فارماسي اي بختار. ها نوران اي فيرب رح تختاري؟ الوسطانية الثانية. ريبيا اوفر يلا يا لوجين لي زيلاف كاسكو تو فا شوازير. أوفريس. اي وحده يعني، الاولى الثانيه ولا الثالثه؟ أولى. الأولى لا لا بلا، رح أقول لك ليش ايه الأولى، لأنه ليزي لاف جمع. داكور دكا تمام، يلا كونتينيو يا نوران. لا بوست أي وحدة؟ نو افينونس إيه لا بوست اي وحده؟ اوفر ولا اوفر ولا اوفر، الاولى والثانيه ولا الثالثه؟ ها يا صبايا، ليش ما عم تردوا دغري؟ نعم يا مس. ايه حبيبتي قولي لي يا نوران، لا بوست حتختاري اي فيرب منا؟ لابوس الأولى. الاولى كمان، اعملي واحدة دغري. نو حتختاري مع نو ايه؟ نو الثانية أفيرون. برافو. يلا يا مين عملت هلا؟ هلا عملت نوران. يلا يا لوجين تو، اي وحده مع تو رح تختاري؟ تيو اوفري اول واحدة. تو اوفر اول وحده. تري بيان كونتينيو. لو ريستورون اي رح تختاري معه؟ لا ريسترون اوفري في النص. اوكي اللي في النص لو ريستوران، واخر وحده مع جي ابوستروف. اللي في النص اوكي اللي في النص تريبيا. يلا اون فا كونتينيي. يلا يا نوران فو حتختاري شو مع فو؟ فوم أبينيس الثانية. الثانية تريبيا. جو لو تليفون. الثالثة. الثالثة تمام. يلا اللي بعدها، هلا عملت نوران صح؟ يلا لوزاي. يو ثالث واحدة. في ثالث واحدة واللي بعدها يا لوزاين. أوفري. قطع صوتك يا حبيبي، قطع صوتك. اي وحده رح أوفري. تختار؟ اوفر اي وحده؟ آخر واحد. لا لا لانه الثانيه، الاولى ثاني. للتو والاخيره للجمع. يلا جفاس يا صبايا وبنزل شوي عند الرقم خمسة. خلوني امسح دقيقه. يلا يا نوران من الرقم خمسة ستة سبعة عليك. يلا أمس يلا حبيبتي الخمسة. تو تو يا الثالثة. في الثالثة دكر اللي بعده
إلفا عن أوريال الثانية. دقيقة بس تشوفوا الفو، نوران ولوجين. الفو هو فعل، فلما انا بدي اختار فعل تاني راح اختار فعل غير مصرف بالمصدر، تكار. ذكر ايوه يعني بس تيكون انا إجابة عندي، الثالثة. صح، بس تيكون عندي انا فعل وبدي اختار فعل تاني لازم دايما يكون غير مصرف، ما فيني احط واحد مصرف قدام واحد مصرف. تمام نوران، اخر وحده لبتي حتختاري شو؟ لبتشي أوبري اوكي يعني اي وحده، اولى الثانيه ولا الثالثه؟ أولى الاولى ترابيا. يلا يا رجاي كياس، شو راح تختاري؟ يس وي راح أختار تيست مون بروفيسور Je suis c'est mon professeur صحيح. يلا كونتينيو. اسألوا جاين وحدة كاسكو سي. تيست انغومي. C'est une gomme. Très bien. يلا يا نوريان où vas-tu؟ Où vas-tu? Je vais à Paris. Je vais à Paris. Bravo. Nouran, اللي بعدها. Qu'est-ce que tu vas la sec? À quelle heure? Oui, yo. OK يعني à 8 heures. Très bien. إيه. وطبعا آخر وحدة لهيدي كلمة بروفيسيون يعني شغل، عمل، وظيفة. تمام نوران، je veux te demander شو يعني كلمة كلمة emploi de temps؟ شو يعني emploi de temps؟ أبلوت تو emploi de temps يعني جدولك، يعني شو عندك. اوكي يعني اوكي شو عندك. طيب يلا اون فا كونتينيي، جو فا ايفاسي اون فا كونتينيي. انا شفت هلا يا لوجين انت ليش مش بعتي يا حبيبتي الدفوار تبعك؟ يمكن اليوم انا ما قادر اصلحه بقى، ما انا بس لا عم يا صلح. مش أصل أنا معايا كتاب ال 2024 فهو مختلف. طب ما انا مشكله حبيبتي، ما انا بعثت لك الصفح اشتغلي يون منهم نفسهم، شو رايك؟ تمام. ماشي حبيبتي تمام. طيب هلا رح نكمل بالاكزرسيس اللي بعده، الاكزرسيس اللي بعده كمان بدنا نختار مين اخر وحده عملت. اي ثينك نوران. يلا يا لوجين اي وحده بدك تختاري؟ يو في ماردي او بيتسور تويل اوكي يعني حتختاري tu fais mardi à 8 heures، حتختاري كي ولا كل ولا كاسكو؟ كي. لا لا كاسكو. برافو عليكي، كي دايما للإنسان، كاسكو يعني ماذا تفعل. أوكي ماذا تفعل. طيب رح نكمل كمان لوجين، tu es libre samedi، يعني هل أنت متفرغ samedi، فأي واحدة رح حط؟ تمام يا مس. يو اي ليبر سامدي اسكو Est-ce que très bien. بعد وحدة لوجين، de cours as-tu le mardi؟
Combien? Combien, bravo. Continue à nous rendre. Âge as-tu? Aya Bhtar. Ego est-tu et que كل قصدك، كل يعني أي، ودائما بختار كل لشو؟ بختار الكل لما بيكون في عندي كلمة أي، يعني عم بسأل عن أي. أوكي تمام. تمام، يلا اون كونتينيو كمان. نوران ار اتيل، شو رح تختاري مع ار؟ الأولى الأولى. لا إيه مزبوط، لأنه كلمة أر مؤنثة، فلهيك اختارت لها. اكسلونت يا نوران، اختارت لها اللي هي أو ال ال أو. تريبيا، اون فا كونتينيي. يلا إيه، ماتنا وصلنا على كومبليتي لي فراز. طبعا أنا هون بدي أكمل الجمل الموجودة عندي بطريقتي. ثلاثة ثلاثة مشان ما تكون Alors, on va commencer avec le j'aime. J'aime le cours de chou. احنا بنعمل اي حاجة. اوكي le cours، لا le cours يعني انا بحب ايه كور، يعني؟ يعني كور يعني كيف الكورس، الحصة. اوكي الحصة، فاختاري مادة انت بتحبيها عن جد. شو المادة اللي انت بتحبيها مثلا؟ فرنش اوكي فرنسي. تمام، دو فرانسي، برافو عليك يا شطورة، هيدي هي. تمام يلا نرجعين بعد وحدة. لو فرانسي ايه هو شو؟ الفرنسي هو لغة، المفروض قول شو يعني لغة؟ لانجي لانج، برافو، ايه اون لانج، برافو. تمام جو كونتينيو، يلا يا لوجين بعد وحده. اويتر دي ماتان مون فرير فا، يعني الساعه 8 الصبح اخي بيروح لوين؟ يا اه ليكول، ليكول على المدرسه. داكور ايه يلا يا نوران. لو ماجازان اي اوفير، مفتوح دو لا مرسي ادفو دي يعني مفتوح، فيك تقولي من ساعة، من أي ساعة؟ من ساعة 8 أهوي يور أوكي يعني دويتر، برافو، ويت آه. فينا نقول هون دويتر آ مثلا ديزر، أو دويتر دو ماتان من 8 الصبح. فينا نكملها وفينا ما نكملها. يلا يا نوران، دام ما الشامبر إليا، شو في عندك بالشامبر تبعيتك يا حبيبي؟ ها نوران، شو عندك بغرفتك؟ قولي لي عن شغلة أو شغلتين موجودين بغرفتك. دي محشاب إليا مثلا ما في سرير؟ بي سي ألي الي ألي أت أموا الي هناك برافو عليك. أنموا يلا وكنت نسى عليكي وحده يا نوران. على باتيسري جاشات، شو بتشتري؟ إيه في الباستريس الشات نسيت الشات جاتو جاتو، تريبيا، جاتو جاتو. Alors, j'achète des gâteaux. D'accord. Maintenant, le samedi, yalla ya Nouran. Le samedi, j'ai. شو عندك le samedi؟ عندك شنو؟
لوجان. ماشي، انتي قلتي نوران. لا نوران عملت حبيبتي ثلاثة. ايه تمام، هي وهيك. اوكي هلا هون لو سامدي جي، شو عندك يوم السامدي؟ اعطيني عن شي حصة عندك اياها السامدي. انجلش، انجلي، مات جي ان كور دو مات، او دينغ دونغلي جي ان كور دو مات. تمام. باري يا لوجاين، باري هي شو؟ كابيتال دي لا فرانس. برافو، كابيتال دو لا فرانس. اي لا كابيتال دو لا فرانس. يلا نور قلبي، بعد وحده. شاك جور شو، شو بتعملي كل يوم؟ هي عن شي بتعملي كل يوم. سبورت، مثلا شاك جور جو في دي سبور. اوكي يلا يا نوران، جيتودي شو بتدرسي؟ أدرس فرنسي إنجلا. انجلي. alors je dis j'étudie le français et l'anglais comme ça. تمام نوران، continue. la télévision est شو بجهاز التلفاز؟ لا تلفزيون إيس. ايه أشغل يعني على، يعني كنت شغال فيه ولا موجود فين؟ فينا نقول انه، فينا نقول انه معطل. اوكي طيب، أوكي. فاذا شو هي كلمة معطل؟ اي ان بان. اي ان بان اي انفا داكور. ذكر. بلاصه بنقول اي ان. تاخرتي يا لمار، ليش يا حبيبتي؟ كان عندي بروبلم. اوكي داكور. يلا لمار، تي بو كونتينيي انت هودي ثلاث فراز، دو لي كونتينيي. ذكر. مون بير ترافاي دون وين مثلا بيشتغل؟ اعطينا اي شيء. دون لوبيتال. دون لوبيتال. برافو تمام. Alors j'écris dans l'hôpital. تمام. يلا يا كملي حبيبتي. Le vendredi les élèves، شو بدك تقولي عن les élèves le vendredi؟ جو ensemble. Jouent ensemble. فينا نقول كمان dans le parc بما انه بيكون يوم إجازة. اوكي تمام، كونتينيو حبيبتي اللي بعدها. Je vais à l'école à Je vais à l'école à 7 heures. 7 heures. D'accord. هنقول دي ماتان لتكون واضحة. ايه كوم سا انا ترميني. يلا الصبايا اللي بده ياخذ سكرين شوت يلي عم يكتب يلا يخلص على السريع، لأنه بدنا نمحي ونكمل بشي تاني. اوكي اوكي خلاص، بس اعمل سكرين نيمز. سنة خدت سكرين شوت. اوكي في حدا بعد ما اخذ ولا يلا بقدر امسح؟ لا امسح دلوقتي نيمز. تمام يلا، فاذا رح امسح يا صبايا ونكمل. صبايا اذا الله راد ابتداء من الحصة الجاية رح يكون بكل مرة عنا تسميع. اوكي هذا التسميع الهدف منه انه انا بدي اعرف كل واحد فيكم وين مشكلته، بدنا نخلص بقى مشان نكون كل حدا فيكم اي شيء مثلا ما خلصه عنده اسا شغلات ما عملوا فيها بده يعملها مشان نقدر نكمل. اوكي اوكي okay.
فاذا نحن طبعا اليوم رح نبعت درس اوريدي هو قديم، يعني من الشابتر من اوله رح ابعته مشان نراجعه للتسميع. بكل مره رح يكون في تسميع بالحصه كنوع من مراجعه، يعني بتصيروا انتم بتحسوا حالكم انكم عم بتراجعوا من دون ما اسا ما تفوتوا بجو المراجعه. مزبوط، تذكر. يلا maintenant on va faire cet exercice. عندنا هلا on va compléter le dialogue. يلا يا نوران. انا عندنا جمال عم بيقول tu es libre lundi، يعني هل انت متفرغ يوم الاثنين؟ فريضة بيقول له وي. وبس في سؤال، يعني كأنه عم يسأله السؤال، شو برأيك حيكون سأله؟ نوران tu m'entends؟ يعني مثلا يكون فاضي الساعة 8 بالليل، أهويت يور دسوا. اوكي، بس لا بدك تقولي، هو عم يقول لك تي ليبر لولاندي، يعني التنين انت فاضيه، فبقول له وي ايه توا وانت، اي توا تمام. فجمال حيقول اويتر دي سوار. لا هون بدي اقول ايه توا اكيلر. كيلر تي ليبر، لانه هون حط ساعه، لانه هديك جاوبوا بساعه. اوكي، اكيلر تويي ليبر، فشو بيقول له؟ اويتر دي سوار، بيقول له سافا، يعني مناسب لألك هيك، فبيقول له سافا. alors on répète tu es libre lundi et toi à quelle heure tu es libre، يعني انت باي ساعه رح تكون متفرغ؟ فرح يقول له اويتر دي سوار سافا، بيقول له سافا. دكر. يلا maintenant on va faire des phrases. Maintenant on va faire des phrases. كل واحد فيكم يا جماعة بده يطلع على الكلمات اللي عنده اياها ليعرف يجي. On commence هن ستة، يعني كل واحد فيكم رح يعمل تنتين. On commence de Lujain. يلا يا Lujain، être élève. Élève. Parlons élève égyptienne ou élève égyptienne. Kini Oul, je suis une élève. هلا سامحوني مش عم حط الاكسونات، بس لانه اللابتوب جديد ما بعرف اشتغل فيه. اون الاف او اليكال بريباراتوار، يعني انا في المدرسه الاعداديه، انا طالبه بالمدرسه الاعداديه. ذكر يا لوجين. يلا كيلر، اعطيني جمله عن كيلر. يعني الساعة كام؟ مزبوط، شو بتقولي؟ يل او هير لا بنقول كل كل ار. شو بتقولي؟ يل ار ايه كل ار بعدها ايه تيل، كل ار تيل. يلا يلا مار، ريزيرفي شامبر. تكلمي عن نفسك، انك انت عم تحجزي جوري زارب لا شامبر. جو ريزيرف اون شامبر، اون شامبر، لانه ما بنعرفها نحن لهيدي الشامبر اللي انت حجزتيها. وفيني اقول ديماش جو في ريزيرفي اون شامبر، بدي احجز غرفة. داكور. يلا لامار اون اوتر، لا دوزيام، لندي كور.
Le lundi, j'ai un cours. خلي يكون أكثر. قولي عدد J'ai des حصص cours. الكرة. طيب alors je dis le lundi j'ai un cours de géographie. تمام. يلا يا تمام. نوران، بدك تقولي لي جملة عن افوار اج. افوار واج يعني انا بكون بحدد عمري او عمري اي حدا ثاني. avoir age. J'ai 12 ans. جي ما بقول جي آه يا نوران، جي 12 J'ai آه. 12 ans. ابن يلا ريفريجيراتور ان بان، يعني البراد يلا نوران شو بتصير الجملة؟ نوران تي مونتون؟ ريفيجر ان بان اي ان بان بقول لو ريف لي ري فريج دي يعني معطل عشان ان نصلحها. وي اي يعني يكون ان بان يعني بيكون معطل. ذكر يلا صبايا خدوا ذكر سكرين شوت اذا في بيكتب بيخلص كتيبة لنقدر ننتقل على الموضوع. تمام. alors يلا je peux effacer في يمحي ايه OK. Et maintenant, on a un texte. Alors, Lamar, la première, les deux premières lignes, le jaune, le lawn en purple, ou le vert, la noura. Il y a la commencée. مدام انا اول، انا الاول. Et Lamar. Bonjour, je m'appelle Roberto, j'habite à Rome, je suis italienne, je suis médecin, je parle italien et français. Très bien. Yala, continue à l'Ujain. Bonjour, je m'appelle Lia, j'habite en Lyon, je suis français, je suis professeur, je parle anglais et français. Très bien. Continue à Nouran. Bonjour, je m'appelle Roberto, j'habite à Rome, je suis italienne, je suis médecin, j'ai parlé italien et espagnol. Bonjour, je m'appelle Mazen, j'habite à Mansoura, je suis égyptien, je suis élève, je parle arabe et anglais. انجلي. تمام نوران حبيبي، بس يقول لك شغله دايما انت ودايما عارف يعني فيكم تقولوا 90% من المرات لا يلفظ، فما بنقول ات انجلي نو بنقول اي انجلي اي. داكور يلا طيب اون فا كومونسي دو شي لامار. لامار ليا اي كومون ليا بروفيسور، سي بروفيسور. بروفيسور. تري بيان الو جو شوازي بروفيسور. لوجين روبرتو ابيت وين؟ أروم اروم. تري بيان.
نوران مازن بارل شو؟ ها نوران، ايوه مازن مازن، بارل، ايه مازن بارل انجلي. انجلي تري بيان. يلا جي فاس سيت بارتي اي اون فا كونتينيي. مازن ايه، فرنسي ايطاليان ولا ايجيبسيان؟ يا مين اول حدا جاوب؟ يا لامار. مازن ايه ايطاليان؟ لا مازن ايه ايجيبسيان لانه الابيت يعني ايجيبسيان. منصوره. وي تريبيا. يلا فري او فو، مازن يا نوران ابيت ان ايجيبت. شوفي لي مازن ابيت ان ايجيبت ايه او لا. فري او فو، رامز مازن ايز ايجيبشيان. خطر ولا لا؟ بلا جابيت أمنصورة، دونك الأولى سي فري، الأولى سي فري. الدوزيام يا لوجين، مازن اي إليف. هنرجع على التكست لنشوف مازن اي إليف اي أو لا. جو مابيل مازن، جابيت أمنصورة، جو سوي إيجيبسيان، جو سوي إليف. دونك فري ولا فو يا لوجين؟ ليا بارل يا نوران، سوري يا لامار، لا لو فرونسي اي لاراب. شوفي لي ليا، هي البارل شو؟ لما اوكي مش عم تسمعني شكلها لمار. فاذا هي البارل بالتكست انجلي وفرنسي، هون حطوا لي فرنسي اي اراب، دونك سيفو، اكيد سيفو. تمام الاخيره، مازن اليا ne sont pas italiens. مازن اليا ne sont pas italiens. مازن اكيد لا، وليا كمان لا، دونك سي فري. آخر واحدة فري. إستي سي فري. ماتنو كومبليت لي فراز. يلا يا لوجين، روبرتو بارل فرونسي. روبرتو تعال نشوف شو بيحكي روبرتو. il parle français et quoi؟ Italien et français. تمام ليه يلي انا جو فو لا كومبليتي، تكري هون ايطاليان. مي il ne parle pas. لا مين الاسم يلي بيحكي عرب اي انجلي؟ تعال نشوف مين ماذا؟ الاسم. مازن. دونك سي ici on va écrire مازن. يا واضح ولا مش واضح؟ واضح. يلا اون فا كونتينيي الاكزرسيس اللي بعده. اي ثينك رح نقدر نعمل يمكن بس واني بس لشوف. لا هسه كثير. اوكي تمام يلا كومونس. لوجين تو دوموند ا تون امي لو نومبر دو كور لو جودي، شو رح تختاري؟ سي
وحدة سي كومون لو جودي جي سي سكور وي برافو دونك سي سي كوريك تري بيان يلا نوران tu demandes à ton professeur son nom tu dis Son nom comment vous allez-vous? vous appelez-vous طبعا بدي يفصل الزوم بس يفصل ادخلوا فورا يلا يلا مار ton ami te demande à quelle heure le magasin ouvre tu dis Le magasin, oui, le magasin, non, à 9 h du matin. très bien نرجع لعند لوجين يلا لوجين بس خلوني انزل الشاشة يلا لوجين ton père travaille dans une école tu dis Il y a un professeur. il est un professeur اكيد اذا حيش tu demandes à ton ami ce qu'il y a dans l'école il tu dis tu راح تقولي انت